قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يظن بعض شبابنا أن الفتح، أن يغلب الكفار وأن يقيم حكم الله بالقوة، هذا ليس فتحا. الإسلام دعانا لنهج نقتدي به في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته أن يفتح القلوب إلى الله. وذكرت من قبل، لا أدري من شهر أكثر، أن المسلمين عندما يجاهدون في سبيل الله لا يقاتلون الناس ليكرهونهم على الدخول في الدين. إذا سمح لهم بأن يدعوا الناس إلى الله، وإذا وجدت الحرية في الدعوة، فهذا هو الفتح. إذن الحرية في الدعوة هي الفتح. فليس الفتح بأن تنادي بحكم إسلامي بالقوة والقصر، أو تنادي بحكم إسلامي تزعم أنك ستقيم حكم إسلامي وأنت ليس لك سلطان حتى على نفسك، لا تستطيع أن تحمي نفسك، فأي حكم إسلامي هذا؟ إذا كانت الطائرات تقصفك من الأعلى، والمدفعية من اليمين واليسار والشمال والجنوب، والصواريخ من كل الأنحاء، وتساعد الدول الباغية الظالمة على ذلك وتسكت، بعدين تقول سأقيم حكم إسلامي، لعمرك هذا جهل منك فظيع. عندما تأخذ حريتك ادعوا الناس لحكم إسلامي، بيّن لهم أن الحاكم هو الله. أما الآن سأقيم دولة إسلامية، أي دولة إسلامية؟ من يستمع إليك؟ إيه معي مسدس عبقتل، قتل سهل يا أخي، أنت تقتل وغيرك يقتلك، ليس هذا الحكم الإسلامي. نحن لم نستعمل، أو نقول للناس لا بأس استعملوا السلاح، إلا عندما لم يبقى أمامهم أمر إلا السلاح، سيقتلون عن بكرة أبيهم. فشق كثيرا من الناس يدافعوا عن الناس، يدافعوا عن الشعب، عن الأطفال، عن النساء، فحمل السلاح. أما في الحقيقة المؤمن لا يحمل السلاح إلا مضطرا من أجل أن يزيل الطاغوت. إذن نحن أيها الإخوة مهمتنا الآن واحدة وواضحة، وهي أن نزيل الطاغوت. فإذا زال الطاغوت عند ذلك يتحقق الفتح، وهو أننا أخذنا حريتنا، فندعو إلى الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح ما معناه؟ أخذنا حريتنا، ما حد يتسلط علينا، بس هذا الذي نريده. لا في عسكر، ولا في مسطار عسكري، ولا في طيارات تجبرنا، ولا في الطواغيت وإرهابيين يرهبوننا على طاعتهم، نأخذ حريتنا. هذا هو الفتح. عند ذلك ندعو الناس إلى طاعة ربهم، فإذا أطاعوا ربهم وعرفوا ربهم وإلههم الحقيقي وتحرروا عن العبودية لسواه، أقاموا حكم الله في أرض الله. هذا هو الحكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كرر قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، الإيمان في القلب ما في إكراه عليه، ولكن كل ما نريده في المجتمع حتى يكون مجتمعا مسلما في الحاضر أو في المستقبل أن تتحقق الحرية، الحرية الحقيقية، مو الحرية للطواغيت، مو الحرية للعكريت والعكروتات، الحرية لكل إنسان يدعو إلى الله على بصيرة. فإذا تحققت هذه الحرية، والإسلام دين الفطرة لا يأمر بشيء إلا موافق لفطرة الإنسان، لأن الله خالق الإنسان هو الذي أرسل هؤلاء الرسل، عندما ندعو الناس إلى الله سيطيعون الله، فإذا أطاعوا الله وجد الحكم الإسلامي. أما ما يزعمه بعض الجهلة، شال الرشاش أو المسدس بدنا نساوي حكم في الشام وفي العراق وفي كذا، لك يا أخي احكم نفسك قبل بعدين أحكي عن الحكم، أنت محكوم فكيف تقيم حكما؟ إن ظننت أنك تقيم حكما فأنت جاهل، وإن كنت شجعك بعض شياطين الإنس والجن على أن تدعو بهذه الدعايات حتى يقفوا في وجه الدين بعنف أكثر ويصورون أننا نجبر الناس على الدين، فأنت تساعدهم، إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، أنت تساعد الكفار على الوقوف في وجه الإسلام، وتساعد ضعاف الإيمان على أن يخرجوا من الإيمان ومن الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، أخرج الحاكم وغيره عن المسور بن مخرمة ومروان أن الحكم قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية، يعني في شأن صلح الحديبية. وأخرج الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عندما رجع من الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية هي أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم فقالوا: يا رسول الله، هنيئا مريئا لك، الله قد بيّن لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إذن رب العزة سبحانه وتعالى يعتبر صلح الحديبية نصرا وفتحا. ماذا في صلح الحديبية؟ هل تغلب المسلمون على مشركي مكة وبادوهم؟ لا، الفتح الحقيقي لمكة النهائي ما حصل إلا عام الفتح بعد سنين. لماذا سمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتح؟ قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو هذا الفتح؟ هدنة الحديبية، هدنة، يعني ما عاد في تسلط من مشركين قريش على المسلمين، المسلمين لا يعتدون، فهذه الهدنة لتوقف المشركين على العدوان على المسلمين. ولذلك خرقوا الهدنة عندما اعتدوا على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما ودخل مكة واقتحمها وأزال الشرك. فالمسلمون لا يعتدون، المشركون هم المعتدون. عندما وجدت الهدنة أخذ المسلمون حريتهم في الدعوة، ففتحت عليهم أقطار، وجاءت الوفود وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ويستغفره إنه كان توابا. وهنا يقول الله تبارك وتعالى عن صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي في صلح الحديبية، في هدنة الحديبية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك بإتمام شرائع الدين وأحكامه، إنزال ما يحتاج إليه المجتمع من تشريعات وأحكام، ويهديك صراطا مستقيما، ويرشدك إلى بإتمام شرائع الدين وأحكامه، ويهديك صراطا مستقيما، يرشدك إلى طريق مستقيم لا عوج فيه. روى ابن مسعود وغيره عن
أنه قال، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. الصحابة يقولون: نحن نعد الفتح صلح الحديبية لأن تحققت فيه الحرية للمسلمين بالدعوة إلى الله، يدخلون المسجد الحرام آمنين، يتحدثون، يخرجون، يسعون في الأرض، يذهبون في الدعوة هنا هكذا وهكذا. فأيها المسلم، يا من تحمل السلاح، نحن لا نؤيد حمل السلاح لقتل الناس، ولكن من أجل إزالة الطاغوت. فافهم هذا، إذا استطعت أن تزيل الطاغوت، الفرعون، الفراعنة، إذا زالوا وأخذ الناس حريتهم، بعد ذلك سموه ديمقراطية، سموه مدري إيش انتخابات، إذا كانت أكثرية الشعب مسلم سيولون المسلمين. أما إذا كان أكثرية الشعب فسقة وفرضت عليهم الإسلام فرضا، سيقفون ضدك ويضعون العراقيل. لو ولي عمر بن الخطاب، لو جاء عمر بن الخطاب يقيم عليهم حكم الله في هذه الأيام، لوقفوا ضد عمر بن الخطاب، مو المسيحيين الذين يدعون الإسلام. ولذلك نحن بحاجة أولا أن نزيل الطاغوت، فإذا زال الطاغوت وذهب فرعون وذهبت قوية التعذيب وذهب الإرهاب وأخذ الناس حريتهم، نستطيع أن ندعو إلى الله، وهذا هو الفتح. فلا يقف شيء في وجه الإسلام أبدا لأنه حق. أسمعتم أيها الشباب؟ لا تستعجلوا، أنتم تظنون أنكم ستأكلون عنبا ولا زال حامضا، ستنتظروا حتى يحلو فكلوا عنبا. أما وأنتم الآن تجاهدون الباطل لتزيلوه، اصبروا حتى تزيلوا الباطل، عند ذلك حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الصحابة نتبعهم ونحزو حزوهم كما مشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحقق حكم الله في أرض الله. بغير هذه الطريقة لن تحققوا حكم الله، إنما تركبكم الشياطين لجهلكم خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في صلح الحديبية: من أسلم من المشركين يرد إلى أهله، ومن ارتد من المسلمين إلى المشركين لا يرد إلا النساء، المرأة ضعيفة لا يرجعونها إلى أهلها لئلا تفتن ويعتدى عليها. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في العقد. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنية في ديننا؟ كيف واحد مشرك اجى لعنا رجعوا لعنده؟ ايش هذا؟ ما هذه؟ فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر الله. سكت عمر، وعند ذلك بعد عرف الصحابة أن هذا هو الفتح، لأنه ما عاد في حروب. المجرم الطاغي الذي يعذب الناس ويقهرهم توقف عن العذاب بالهدنة. خلوا بالكم، ها، مو تفهموا من هذا والله بساوي مؤتمر وبساوي كذا وبتنحل سياسيا وبتم الظالم متسلط عليكم أو منشير خبيث بنحط أخباس. لا، ليس هكذا. صلح الحديبية معناه تحقق الأمن، المسلمون يتحركون في مكة وفي غير مكة ويدعون إلى الله دون أن يمسهم أحد. واحد من المشركين آمن والتحق بالمسلمين في مكة في المدينة، يرجعونه إلى أهله، لأن المؤمن إيمانا عن وعي وفهم، ولو رجع إلى مكة سيبقى مؤمن. عذبوا بعض الناس في الإسلام هناك في مكة، ولكن صار ازداد المسلمين في مكة، فكونوا كتلة من المسلمين في مكة، قطعت الطريق على أهل مكة، لأنه عم تعذبهم أهل مكة وتزعجهم. خرجوا من مكة وجلسوا بين مكة وجدة، مما يمر من المشركين يردوه. صار المشركون يتصلون بمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد تعال خذ نتنازل عن هذا البلد. قال: لا، خلوهن عندكم. ولذلك قال أحد الأشخاص من إخواننا من فترة: دعونا وسفهاءنا. فهؤلاء الذين آمنوا في مكة وقفوا في وجه سفهائهم في
من قريش. فالفتح الحقيقي هو أن تستقر الحرية في الأرض فندعو إلى الله فيدخل الناس في دين الله أفواجا، عند ذلك يقوم حكم الله. أما من يظن من الشباب المتهور المتعجل أنه بالسلاح سيقيم حكم الله وسينفذ الحدود وسيعمل كذا، ليس هذا طريق حكم الله، ولم يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطريق. فانتبهوا إلى هذا إن كنتم فعلا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هدنت حديبية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ويتم منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر الله نبيه بعد هذه الهدنة، كما قلت لكم جاء بجيش عرمرم ودخل مكة. وينصرك الله نصرا عزيزا، ونصره قبل فتح مكة في خيبر وفي تبوك في كذا، انتشرت الجيوش الإسلامية ولم يبقى إلا عارين الكفر للمشركين العرب في مكة فقضي عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. كما قلت لكم عمر رضي الله عنه اعترض يوم الحديبية، إيش يا صلحان على إيش؟ إذا واحد من عنا ارتد وروح لعندهم ما برجعوه، خليه هذا يبقى عندنا هو مرتد، يصير جاسوس لهم مع السلامة. وإذا واحد من عندهم آمن رجعه، نعم إذا آمن بإيمان صحيح ما راح يترك إيمانه، رجعه لعندهم، هو يدافع عن إيمانه مثل ما كانوا أهل مكة يدافعون عن إيمانهم عندما كانوا يعذبون في بداية الإسلام. وفعلا هذا الذي حصل. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، عليما بمصالح عباده حكيما. أيها الشباب، أيها المؤمنون، إذا كنتم على بصيرة ولكم قلوب ولكم عقول وتريدون أن تكونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه، ولا يفتننكم الشيطان عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقاتل أعداء الله لنتخلص من طاغوتهم، فإذا تخلصنا فليأخذ كل إنسان حريته، ونحن حريتنا بأن ندعو إلى الله على بصيرة. لن ندعو الناس لنكون زعماءهم، ولا لنكون متسلطين عليهم، ولا لنقهرهم، ولا نأخذ منهم أرزاقهم، ولا نعتدي على أعراضهم، بل لنمنع العدوان على الأعراض. أما إذا وقع بعض الناس في المعاصي سرا واستتروا، أمرهم إلى الله. إذا أعلنوا نعاقبهم بالعقوبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، فيتحقق الأمن والسلام، ويدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، سعادة في الدنيا وجنات في الآخرة. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها الأنهار، خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم. ما منا أحد يا إخواني لا يغفل عن الله ويقع في معصية أو معاصي، فالله كريم غفور، عد إلى الله يغفر الله لك كل شيء، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا غرور ويغتر الإنسان بها، ومع ذلك لم يحرمك الله منها، خلقك فيها وخلق كل شيء لأجلك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكن طلب منك أن تتمتع بها في الطريقة التي رسمها لك، حتى لا تؤذي نفسك ولا تفسد البشرية. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.